في ذكرى ميلاد الأب الروحي الأهلي يهدي 3 نقاط غالية لروح المايسترو صالح سليم على حساب الدراويش في مباراة لم تكن صعبة نسبيا، سهلها نادي الإسماعيلي بسبب تراجعه واللجوء للدفاع، ده سبب أخطاء كتيرة جدا نتج عنها 3 أهداف. زي ما تعودنا هنتكلم اليوم عن بعض السلبيات في المباراة وهنتكلم عن تقييم لبعض اللاعبين. بالنسبة للسلبيات أنا مش هتطرق ليها كتير اليوم لأن احنا اتكلمنا في الموضوع ده أكتر من مرة، فباختصار كده احنا عندنا مشكلة في قلبي دفاع النادي الأهلي وعندنا المشكلة الأكبر في خط الوسط. أنا شايفة إن النادي الأهلي في صفقاته الجاية هو محتاج بلاي ميكر سوبر، محتاج يفكر في الحتة دي لأن أنت عندك فجوة كبيرة قوي في منطقة الوسط وعندك مشكلة كبيرة قوي في موضوع صانع الألعاب. ده هيخليني أتكلم عن أول لاعب ألا وهو بادجي. بادجي يا جماعة اتعرض لحملة الفترة الماضية، الناس بتتكلم عليه وتقول إن هو لاعب أي كلام وإن هو بس لاعب ماتش أو ماتشين وهو طلع ونزل على مفيش وإن هو مستواه قل جدا الفترة الماضية ودي كانت بس طفرة كده. أنا عكس الكلام ده تماما، شايفاه لاعب كويس قوي ممتاز، ولكن مشكلة بودجي إن هو بيطلع بره الصندوق وبينزل لتحت عشان يستلم كرات، وللأسف ده بيخليه يفقد خطورته لأن هو الخطورة بتاعته قدام، فلما بينزل لتحت بيفقد الخطورة، فهو للأسف مفيش عرضيات بتتعمل له، فبالتالي هو بينزل عشان يعمل ده، حتى لما بيبقى فيه عرضيات بتتعمل بكل أسف بتبقى غير متقنة بالمرة، يعني حاجة كده أي كلام، فبالتالي الخطورة بتاعته بتقل. مهما كان اللاعب عالي، مهما كان لاعب مستواه كويس، لو مفيش حد بيأسست جنبه هو مش هيبقى ليه أي دور. فدي وجهة نظري في بادجي يعني، ولكن لما نزل الشيخ اليوم ووليد سليمان اللاعب جاب جول وكان أداؤه كويس جدا، فبالتالي هي الفكرة في المهاجم إن هو لازم حد يخدم عليه، لكن هو ينزل يخدم على حاله ويستلم كرات من تحت بالتالي هيفقد خطورته. فده وجهة نظري في بادجي. قفشة في سوء حظ فظيع جدا، الكرة اللي عملها وجت في القايم بصراحة كانت هتبقى هدف عالمي لو كانت دخلت، بس هارد لاك يعني يا كابتن، كرة كويسة جدا مستواه متوسط. بالنسبة للاتنين اللي انا اتكلمت عنهم في عز ما الناس كلها بتنتقد وتقول دول ما ينفعش يلعبوا في النادي الاهلي، اعتقد كلامي صح وده اثبته الماتش اليوم، وهو الشيخ وهاني. هاني مستواه بيطلع جدا مع كل مباراة، هو انا كنت كل تعقيبي على هاني ان هو يعني يفتقد بس حتة الخبرة، لاعب سنه صغير خبرته قليلة فبالتالي بيبقى فيه شوية اخطاء بتحصل منه، ولكن مع الخبرة ومع الوقت وحساسية المباريات اللاعب هيبقى كويس جدا. والشيخ نفس الكلام نفس القصة، لاعب مهاري عالي جدا عايز ثقة في حاله، لاعب نزل في كورتين بالنسبة لي مهمين قوي بالنسبة للشيخ، كورة جول وكورة اسيست جول، فلاعب بصراحة تمام ومحتاجين احنا نصبر عليه شوية. اللي احنا مش محتاجين بقى نصبر عليه وبصراحة جبت اخري منه ومن شفته في الملعب، واعتقد ان الناس هتتفق معايا مش كلها لان انا جالي شوية مسجز كده بتقولي انت ظالمة جيرالدو وده لاعب كويس جدا ومهاري وفايتر. لا انا شايفاه هو لاعب فايتر، ايه يا جماعة ده هو اللاعب مبيعملش حاجة غير انه بيقع، لا اليمين فلح ولا الشمال فلح ولا في اي حتة كان فالح، ملوش اي لازمة في الملعب، انت بتلعبه كأنك لاعب ناقص ملوش اي دور، لاعبين كلها بتطلع وبتنزل في مستواها، ده اللاعب الوحيد اللي ما شاء الله عليه محافظ على مستواه اللي هو تحت، ما بيعملش اي حاجة ملوش اي دور بجد. فبالتالي انا من وجهة نظري ومع كامل احترامي لآراء الجميع طبعا كل واحد حر في رأيه، انا شايفة ان جيرالدو لا يصلح. فكرة ان احنا نديله فرص، اللاعبين اخذت كل لاعب اخذ فرصته وده اكتر لاعب اخد فرص، فبالتالي انا مش عايز اشوفه تاني اصلا، ضيع كل فرصه، فتمام مش هتطرق قوي للحديث في موضوع جيرالدو اكتر من كده لانه بصراحه هو ما يستحقش اصلا. طيب وليد سليمان، وزي ما اتعودنا ان احنا يعني نتكلم عن وليد سليمان ديله حقه، يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه بعيدا عن الكوره خالص، شفتوا لما وليد سليمان نزل روح اللعيبه كلها حواليه عامله ازاي؟ تحس ان اللاعب بينزل بيدي روح وبيدي طاقه ايجابيه للاعبين حواليه. كابتن وليد سليمان جول اولاني وليد عمله للشيخ، لو بصيته كده الوليد كان فين؟ وليد كان على الارض، يعني وليد كان واقع، اللاعب بقى بيقع ويمسك رجله ويتقلب ومش عارف ايه ويمثل، لا وليد هو ده اللي فايتر بجد، لاعب واقع على الارض ومع ذلك مصمم انه يطلع الكرة من رجله، وبالفعل الكرة من وليد للشيخ لبادجي 3 لمسات بصراحة مفيش احلى من كده. الكرة التانية هو اسيست جول الشيخ،
فانا بالنسبه لي وليد سليمان انا يعني بصراحه لو فضلت اتكلم عليه طول الوقت انا مش هديله حقه، لان هو يستحق اكتر من كده بكتير. طيب ده بالنسبه لتقييم اللاعبين من وجهه نظر الشناوي، لم يختبر ولكن هو معروف. يا جماعه انا عايزه اقول لكم على حاجه تانية، بالنسبه للثري بينالتيز اللي اتحسبت اليوم في الماتش، الاولانيه اللي هي كانت سبب ان الماتش ياخد الشكل ده اللي كان في الدقيقه الخامسه بتاعت النادي الاهلي، هي طبعا صحيحه 100%. الثانيه للنادي الاهلي اللي اتحسبت وبعد كده لما رجع للفار لغاها، 100% قرار الحكم صحيح، لان هي مش بينالتي اصلا وهي ما جاتش في ايده. تمام. الثالثه بتاعت النادي الاسماعيلي هي صحيحه 100%، ورامي طبعا جت في ايده من صدره، هو مش راسه يعني، هي راسه بصدره في دراعه بالاخير، في ايده من هنا بالاخير. وهو فيها تعمد او ما فيهاش تعمد، ده اللي الناس تتكلم فيه. انا مدافع فانا مفترض، او ايا كان لاعب واقف قدام المرمى، فانا ايدي بتبقى ورا ظهري، لكن انا ايدي ما بتبقاش بتلوش، انا ما بلعبش هاند بول ولا فولي بول. فبالتالي اللاعب اخطا في ان هو ايده كانت مش في المستوى الصحيح من جسمه، فبالتالي الكوره فعلا بينالتي. طيب ده بالنسبه لاهم حاجه جت في الماتش اليوم. بالنسبه لصفقات النادي الاهلي برضو جالي مسجز ان انا اتكلم فيها، انا مش هقدر اتكلم في الصفقات لان ببساطه مفيش معلومه موثقه في ايدينا، سواء الكعبي او البلايلي او ايا كان مين، مفيش حاجه قدامنا معروفه، كلها اقاويل مفيش حاجه موثقه، فانا مش هتكلم عن اي صفقات لحد ما يبقى معايا معلومات اكيده. اخر حاجه عقب عليها برضو جات لي في المسجز قبل الحلقه مباشره، وهي موضوع، وهو موضوع صالح جمعه. يا جماعه موضوع صالح جمعه انا لحد دلوقتي برضو مش هينفع اتكلم فيه، لان انا ما عنديش معلومات موثقه، انا ما ينفعش اطلع اتكلم في حاجه وانا مش اوير بيها. فلو انا اتاكدت من صحه الموضوع، انا عارفه ان هو صحيح ولكن التفاصيل مش عندي، لما اعرف تفاصيل هعمل عنه حلقه. وهرجع واقول مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله الماتش الجاي الثري بوينتس الجايين نقول مبروك للنادي الاهلي على الدوري ال 42. Thank you.